بسم الله الرحمن الرحيم. البدء الفوري بوضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر ونصائح الخبراء الاقتصاديين لتكون خارطة الطريق لمسار الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، مع التوجيه للحكومة بإجراء تقييم شامل بشكل دوري للإجراءات المتخذة للتأكيد على فعاليتها. وهنا في النقطة دي بقول لكم اعملوا مجلس أمنا منكم، من كل اللي موجودين، اللي معني من ده من المفكر الاقتصادي والمثقف الاقتصادي وحتى الجامعات الاقتصادية ورجال الأعمال، من كل المعنيين والمهتمين بالموضوع. ما تعملوا مجلس أمنا، اعملوها مجموعة عمل، عايزين سموها إيه؟ لكن مجموعة العمل دي تبقى نقطة اتصال يا دكتور مصطفى بيننا كدولة وما بين اللي احنا بنعمله. انتوا قلتوا دي القضايا واحنا اتحركنا فيها، طب احنا اخفقنا في ده، قولنا نعمل ايه؟ ليكوا رأي فيه، نتحرك مع بعض فيه. انتوا خليكوا المنصة اللي تتكلم على الدور. انا بقول لرجل الاعمال، لكن اكيد لما يكون في الغرف على سبيل المثال او المؤسسات المدنية اللي شغالة وعاملة لها يعني عناصر مهتمة بالموضوع، لما يكونوا موجودين يمكن يقدروا يوصلوا الفكرة وإن احنا متحركين بس عندنا المشكلة دي، نعمل ايه ونتحرك فيها. صعب قوي ان انا اقول اللي احنا بنعمله ده من غير ما اقول ان زي ما شفتوا كده ان الواقع اللي موجود في العالم كله تأثيره سلبي جدا على كل الدنيا، وبالتالي الشعوب بتعاني. واحنا في مصر، انا قلت الكلمة دي قبل كده وقلت ان حالتنا ما تتحملش يا دكتور مصطفى ضغط اكتر من كده، ما تتحملش ايه، بل بالعكس هتحتاج مننا نقول يعني نزود مظلتنا للحماية الاجتماعية في المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي حتى نخفف على المواطنين من التداعيات بتاعة الأزمة دي. يعني أنا هقولها هنا، التوجيه للحكومة بتعزيز مظلة الحماية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين وتوفير أكثر درجات الدعم والمساندة للفئات الأكثر تأثراً. أنا قلت بلاش نحن نعمل حاجة زيادة أكتر من كده على المواطنين، وأنا بأكد عليها تاني وبقول أنا بوجه الحكومة بالعمل على عدم تحمل المواطن لعباء إضافية خلال الفترة القادمة نظراً للظروف الاقتصادية العالمية. أنا بس هقف عند النقطة ديت وأقول كان من ضمن المصالح اللي اتكلمنا فيه، قلت إن إحنا إيه؟ نوفر فرص عمل. نوفر إيه؟ فرص عمل. فكامل اللي يكون في حد شغال في حتة ولا حاجة يلاقيني واقف جنبه أقول له إيه؟ بتاخد كام؟ فيضحك يعني. أنا بقى بسأل كده عشان أشوف الإنسان ده البسيط ده بياخد كام؟ وأعرف هل هو يقدر يعيش كده ولا الدنيا عاملة إزاي؟ وانا ماشي على الطريق ده بتاع الساحلي قدام ما كنا بنفتح موضوع الرمال السوداء، فلقيت شاب صغير يعني 18 19 ولا ايه، بسيط جدا يعني. فهو قاعد قدامي قلت له بقول لك ايه انت بتعمل ايه؟ قال لي انا بعمل يعني بفتح في الخرسانه بالمنشار الحدادي ده فاصل بينها. قلت له طيب تاخد كام؟ والله العظيم انا اتصورت هيقول لي باخد 100 جنيه 120 جنيه. أنا بقسم. قال أنا باخد 180 جنيه. قال أنا باخد كام يا كامل؟ دي شركة قطاع خاص بالمناسبة، مش الشركات بتاعت مش كده؟ قال لي كام؟ 180 جنيه. قلت له أنا لو اشتغلت 20 يوم تاخد 3.6. مش كده؟ أكتر من كده يبقى 4 5 حسب، وأنت شاب صغير. اقعد يا كامل. أنا بقول لكم كده ليه؟ لأن أنا من ضمن المسار اللي احنا مشينا فيه قلنا هنعمل فرص عمل في كل حتة في الدنيا تجتذب طبقات بسيطة ومحدودة وما سيبهاش كده للسراب. طب الكلام ده بقالنا كام سنة شغالين فيه؟ شغالين فيه بقالنا كام سنة؟ شغالين فيه بقالنا 7 سنين. والدكتور عاصم يراجعني بقول لكم مش أقل من 5 ل6 مليون إنسان شغالين على كامل الأرض المصرية. أنا بقول كلام معقول يا دكتور عاصم؟ بأمانة. لا بأمانة.
عاصمة ايه؟ مصر كلها لازم تبقى زي دي، مصر كلها لازم تبقى زي دي، وحلمكم يبقى كده كده. ازاي؟ لا تاكل ولا تنام ولا ترتاح. ايه الكلام دوت؟ الناس دي اللي بترضى بال ايه ده؟ فخمسة مليون شغالين بقالهم 7 سنين. حد يقول لي طب فانا قلقان يعني؟ لا 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 خالص، والله والله انا بحلف بالله خالص. ليه؟ انا قاعد بقى شايف بعمل ايه، وشايف الناس بتاخد ايه، وشايف الناس بتشتغل ازاي. هتقول لي حتى لو كان في مليون بينزلوا سوق العمل يا دكتور مش كده؟ لسه عندي فرصه عمل تاني. طب الموارد المحدوده دي، الفكره الايه؟ الفكره. هقول حاجات كده بس من باب انك تعرف يعني ايه فكره، عشان انا بقولها كتير يعني. انا قلت لكم ان هي قناه السويس دي طول عمرها بيجي لها دخل تدي له وزاره الماليه وال مش كده يا دكتور معيد؟ وخلاص. فجاي الراجل بتاع هيئه قناه السويس قلت له معاك فلوس كام؟ قال لي انا معيش. اتفضل استريح. قال لي ايه يا فندم؟ قال لي ايه؟ قال لي معيش. وجيت الدكتور مصطفى وهو وزير اسكان، قلت له معاك في هيئه المجتمعات العمرانيه فلوس كام؟ قال لي يعني ده انا بشتغل كويس. قلت له معاك كام؟ قال لي 750. قلت له يا راجل مش كده. طيب عاصم الجزار اهو هو رئيس وزير الاسكان دلوقتي. الكلام ده احب اقوله ولا ما؟ دكتور مصطفى لا بجد قول قول يا دكتور معاك كام؟ أنا عندي دلوقتي حجم استثمارات ب 890 مليار جنيه على الأرض. دي أعمال لم يتم لسه تحصيلها. إحنا كنا بنتكلم امبارح، إحنا عندنا بس في مدن الجيل الرابع شراكات مع القطاع الخاص في 13,000 فدان. 13,000 فدان حج كلهم في مدن الجيل الرابع اللي هم معمولين في اخر 6 سنوات. حجم الاستثمارات في ال 13,000 فدان دول فقط تريليون و100 مليار جنيه. حصه الدوله فيهم 311 مليار جنيه. تحصيلهم من 5 سنوات الى 15 سنه وفقا للمساحه ومده التعاقد. كل دول في المدن الجيل الرابع اللي هو ال 30 مدينه اللي احنا ابتدينا نشتغل فيها. ده التعبير اللي فخامتك امبارح قلته ان هذه المساحات المضافه ضافت على الاقل للدوله 10 تريليون جنيه كاسيتس او كقيمه مضافه للاقتصاد المصري. طب اتفضل. شكرا. ساعه لما جيت قلت الكلام ده كان المهندس شريف اسماعيل ربنا يديله يا رب الصحه، كان هو رئيس الوزراء ساعتها، فجاب لي كان وزير الماليه موجود كان الدكتور هاني فجه قعدوا معايا وقالوا لي يا فندم لو سمحت وكان الدكتور مصطفى بقى وزير الاسكان ساعتها فهنحدد المصير يعني يا فندم احنا ناخد الفلوس واللي هو اي استثمار عايز يعملها نديها له مش كده يا دكتور؟ انا بقولها للمفكرين الاقتصاديين قلت لهم لا الفلوس هتبقى مع هيئة المجتمعات وأنا تابعها وأنت ما تاخدش منه حاجة وزير المالية وهو مسؤول عن كل مشروعات البنية الأساسية لوزارة الإسكان صح كده يا دكتور؟ طيب وإحنا بنعمل حاجة كريمة مين المسؤول يا دكتور؟ هيئة المجتمعات مش كده؟ بقد إيه؟ بعشرات المليارات بمئات المليارات. طب هي كانت ممكن تروح لوزارة المالية وبعد كده تبقى تتخصص ثاني صح بس انا ما لقيتش ده بالمسار اللي فات ناجح ما لقيتوش ناجح يزعل الدكتور معيط ممكن عايز فلوس عنده عشان يقدر يبقى عنده موارد لا هو بقى اسيبه يطحن نفسه اسيبه يا فندم يطحن نفسه
ايوه ده يطحن نفسه وده يطحن نفسه وده يطحن نفسه عشان نعمل. ادي واحده. فجيت قلت لرئيس الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس معاك كام؟ قال لي معيش. قلت له يا راجل يعني مؤسسه عملاقه زي دي ما يبقاش عندك ملاءه ماليه 300 400 مليار؟ المليارات عندي ملهاش قيمه بالمناسبه، للي بيسمعني عارف الكلام ده، لان الحلم كبير قوي. فقال لي لا. قلت له شوف احنا عملنا المشروع والاموال اتسددت، مش كده يا دكتور محمد؟ اتسددت بتاعه ال 68 مليار بتوع ال. طب هقول لكم حاجه عشان للفكره، والله العظيم والله العظيم ان ال 68 مليار دول كان ممكن يتدبروا من الدوله، لكن احنا دخلنا الراي العام عنا عشان نعمل حاله مصريه بعد حاله ياس واحباط عاشت فيها مصر من 2011 لغايه ما اطلقنا المشروع في 2014. مش اغسطس 2014 يا جمال؟ اه. فقلت له خلي كل حاجه تم عليها. قلت له شوف الفلوس الزياده اللي بتيجي بقى مش بتاعتك، صح كده؟ دي بتاعت الهيئه، تعمل لي صندوق تحط لي فيه الفلوس بتاعتك ديت ويتنمى وما تصرفش. كل ما بيصرفش قال لما انا اكون اقول اه. هي كده. طب الصندوق فيه كام النهارده يا دكتور؟ سنتين مش كده؟ جالي بقى دكتور معيط وجالي الدكتور مصطفى، قال لي يا فندم ايه ده كلام؟ قلت له اه زي ما وقفت جنبك سيبني اعمل. مش كده يا دكتور؟ النهارده فيه 80 70 80 مليار جنيه ولسه بنقول يا هادي. سنتين ثلاثه اربعه يبقى عندي 200 300 مليار جنيه في الوعاء ده، تبقى الشركه دي ملاقتها الماليه ايه؟ يا بتوع الاقتصاد قولوا لي افكار اعمل فلوس من ال، اعمل فلوس من اي حد بس غير ان انا انصب على حد او اخطف حد. لا لا اه لا لا ده بننصب على حد بنيجي على نفسنا. اتفضل يا دكتور محمد. نفس الكلام مع شركه العاصمه دي. العاصمه وبنته دي منين؟ يا ليه مش مصدقين؟ ليه مش مصدقين ان زيها وعشرة يتعملوا؟ منين؟ دوله بتنمو لمؤاخذه طلب النمو عليها على الاقل، ويصحح لي دكتور عاصم، مليون شقه في السنه بامانه. خلي نصهم في الريف ونصهم في الحضر، صح كده؟ دكتور؟ لا بجد؟ ها؟ يعني 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 هو احنا يعني برضه كنا بنتكلم في الجلسه بتاعت امبارح، احنا محتاجين في ال 30 سنه اللي جايين اكتر من 30 مليون وحده سكنيه. ال 30 مليون دول مش نصهم مش في الريف ونصهم في الحضر، بالعكس احنا محتاجين كمان ننقل كتله كبيره من سكان الريف الى مناطق حضريه، لان الحضر هو المسؤول عن التنميه الاقتصاديه الحقيقيه في الفتره الحاليه. طيب انا بس بقول كده لكم ليه؟ عشان برضو ممكن حد يقول لك ايه، طب هل القطاع الخاص فيه شكل من اشكال المزاحمه ليه؟ انا بقول لكم لا. حجم المطلوب، حجم المطلوب ضخم جدا جدا جدا، وفي بعضه مش هيبقى اقتصادي ليك، مش هيبقى اقتصادي. طب حد يقول لي طب يا فندم يعني ما انت بتعمل للطبقات اللي هي اللي هي يعني اللي في المناطق الخطره. طبعا. تقول لي يعني انت معاك فلوس لكده يا عاصم؟ يا جماعه اسيب ابني وبنتي مرمي في الشارع كده يعني كده ونايمين كده وياكلوا كده يا جماعه ده احنا ما ناكلش ونعمل لهم. وده والله العظيم انا بتكلم بجد، والله انا بتكلم بجد. يعني انتوا تفتكروا ان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انت لما تهتم بالفقير والمحتاج واليتيم وتساعده هساعدك، تفتكر لو انت بتعمل ده مش هيساعدك؟ اسيبه ازاي يعني؟ طب وانا بقى قلت الكلام ده قبل كده، والله العظيم انا لو جات لي فلوس اول حاجه اعملها هاخد من طبقات دي يعني كل المستوى احس، اشيل 100,000 وحده واقعده. روحوا غيط العنب، انا اسف ان قلت التعبير ده، بشاير روحوا هناك. المكان ده يعني المكان ده اتشال كله دلوقتي وبقى مكان تاني خالص. لمين؟
لأغلب ناس في الدنيا. طب احنا دكتور عاصم مش عايز يدفع نصيبه في مشارف يا دكتور مصطفى؟ لا بدفع والله. لا 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 متعود عليك ثلاث شهور ب 500 1500. انا حولت بتاع الشهر. ابني بقول لك بس معلش اللي احنا بنعمله. لا انا بس يعني مصداقا للحاج تقولوا احنا 72% من حجم الوحدات اللي انتجناها في السبع سنوات المنقضيه هو في السكن بديل العشوائيات والاسكان الاجتماعي. 72% من الحجم كله اللي احنا انتجناه. بس هذا الرقم تفضل دكتور عاصم، هذا الرقم انا بقول لكم يا مصريين يا اللي قلبكم على بعضكم، هذا الرقم لا يساوي شيء في المطلوب. لا يساوي ايه؟ لما بنتكلم على ان الحاله العامه للدوله المصريه هي حاله عوز وفقر، بتترجم لايه؟ شوفوا الناس عايشه ازاي يعني. فانا بس عايز اقول، قلنا للعاصمه انا عايز اعمل عاصمه ومش عايز ادفع، مش عايز ادفع، معيش فلوس ادفعها. لو قلت دكتور معيت والله العظيم ثلاثة ما يديني حاجة، أنا بحلف. آه والله منين يعني؟ هي ابتسامة عريضة والدكتورة هلا تقول لك حاضر هحول لك، ما تحولش. مش كده يا دكتورة؟ بس تحوليش والله حاجة. على كل حال، جينا هنا في العاصمة قلت لهم بقول لكم إيه؟ العاصمة تعمل المنشآت للحكومة، مش كده يا دكتور عاصم؟ ونأجرها منها. صح؟ وتنمي وتعمل عنصر جذب. عنصر جذب يعني ايه؟ هو المطور الاستراتيجي بيعمل ايه؟ المطور الاستراتيجي بيجي على حته ارض ما تسويش حاجه ويصرف عليها من جيبه قرشين كويسين، تقوم هي بدل من المتر ب 100 جنيه وب 500 جنيه وب 1000 جنيه يبقى ب 2000 و3 و4. يعني انا النهارده كان لما بدات في العاصمه هنا كان المساحه 175,000 فدان، حوالي 750 مليون متر. وكان الطرح اللي موجود ساعتها ان احنا حد يعملها لنا ونديله فرصه ويدينا فلوس على 50 سنة. وكان كل الكلام اللي اتقال وانا بقوله دلوقتي عشان بعد الحاجه ما اتعملت يا دكتور مصطفى يتنسي الفكره، تتنسي الفكره ويتنسي اصحابها. لا انا هعملها، مش كده؟ انا ايه؟ انا هعملها. ونعمل احنا وتبقى المسا دي اول حاجه مين يعملها؟ محمد يا زكي الجيش، خش اعمل لي حاجه حلوه قوي هنا تتعمل، خش اعمل لي مدينه الثقافه والفنون تتعمل، خش اعمل لي ساحه الشعب تتعمل، خش اعمل لي المسجد والكاتدرائي. طب اقول لكم على حاجه، اقول يا محمد معلش، قلنا تبرعات للمصريين للجامع والكاتدرائي، تصدقوا بالله والله العظيم ثلاثة ما جالي 10% تبرعات للاثنين. أنا بحلف. كم؟ عشرة في المية. يلا ربنا يوفقك، ربنا يا فندم، وربنا يا رب يوفقني، يا رب ربنا يوفقني، يا رب ربنا يوفقني. ف قلت لهم بقى الحكومه تخش الشركه تخش تشتغل وتبيع للمطورين، احنا بدانا اهو تعمل المرافق مش كده، وتعمل الحي الحكومي وتاخد فلوس مننا، وهي اللي بتاخده من الشركات اللي بتبيع لها اراضي ما ناخدهاش، صح كده؟ ما تاخدهاش. ده كله معمول، وزي ما قلت امبارح ولا اول امبارح بنتكلم على 1,900 مليار جنيه موجودين بين كاش وائتمان مؤكد. ولو احنا قدرنا بسرعه نيجي هنا وقوه الدفع بتاعت وجودنا انعكست على الطلب، ممكن الرقم ده يبقى ايه يا فندم؟ مرتين ثلاثه. طب يعني الحكومه ما دفعتش المبلغ ده؟ نفس الكلام لبني سويف، نفس الكلام للعالمين، مش كده يا فندم؟ الله، دي فكره، ده مسار طرح لايجاد حل لعدم القدره على الجذب او التمويل. انا بقول الكلام ده خد وقت كتير مننا عشان
يعني المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها مهمة قوي، ان احنا يعني نكثف جهدنا ونفكر في افكار تحل المسألة، مش فقط على قد يعني طيب، يعني جم حد من مطورين، انا بقعد مع ناس كتير يعني للشغل، فبيقول لي يعني ايه عايزين نعمل تمويل عقاري منخفض التكلفة، مش كده يا دكتور مصطفى؟ قلت له طيب، تمويل عقاري البنك النهارده بيدي يعني من 8 إلى 10%، مش كده ولا؟ وبعض الحاجات اللي هي صغيره البنك المركزي كان عمل شويه تسهيلات للناس. قلت له طب انا لو جيت النهارده عملت تسهيل عقاري لمليون واحده سكنيه ب 5%، المليون واحده دول هيكلفوا قد ايه؟ ده رقم. والتمويل بتاعهم ده قد ايه؟ ده رقم. وتكلفة الفرق بين التكلفة الحقيقية للتمويل وبين اللي أنا هوفره للناس، أنا هديله 5% 6%، مين يدفعه؟ مين يا دكتور؟ قال لي وزارة المالية. قال لي إيه؟ قلت له ما أقدرش أعمل ده، أنا كفاية عليا قوي إن أنا أعمل التمويل منخفض التكلفة لصالح اللي هي الفئات الإيه؟ لكن عشان أخلي سوق العقار في مصر يبقى أكبر من كده وياخد شريحة أكبر من كده، لازم أفكار أخرى، لازم إيه؟ أفكار أخرى تطرحوها ونحلها تبقى ممكن قابلة للإيه؟ للتنفيذ يعني. فأنا بقول إيه؟ وفي أطروحات كتير كده بتجيلي زي دي، أقول له ما أقدرش، أنت بتتكلم من وجهة نظرك أنت بس اللي هو المستثمر، لكن أنا عايزك تتكلم من وجهة نظر عامة، أقدر أعمل المقترح اللي أنت طرحه ولا لأ؟ لو انت طرحت طرح اقدر اعمله، ده معناه انك انت حطيت فيه كل الاعتبارات. يعني النقطه اللي بعد كده، تكليف جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه بتكثيف جهود تشغيل الاسر الاكثر احتياجا في مشروعات متناهيه الصغر تساعدهم على تحسين دخولهم. انا في كل حاجه من دي هديكم امثله حيه انا عشتها عشان الناس تبقى يعني ايه، تبقى عارفه ان العنوان ممكن يبقى جميل، بضيع وقتكم والله العظيم، بس اعمل ايه بقى؟ لحسن حد قلنا نعمل مدينة الأساس في دمياط عشان ننقل صناعة الأساس في مصر لمنطقة تانية، ويبقى في عمل مؤسسي وفي دعم من الدولة ليه يقدر ينجح ونخش في مستوى تاني غير اللي احنا ماشيين فيه بقالنا سنين طويلة. دول كتير جدا بتشتغل وعندها قواعد صناعية أقل مننا، زي اللي في دمياط وفي مدن كتير في الدلتا وفي الصعيد، بتنتج يعني بننتج أساس، لكن مش قادرين نعمل مواصفة تبقى منافسة وتكلفتها أقل. فقلنا نعمل مدينة الأساس ديت، عملناها. لما جينا عملناها، ده مسار احنا عملناه. طيب، وعملنا الهناجر وعملنا كل حاجة تبقى للإيه؟ للي احنا متصورين إنه ممكن ينجح. طب أهلنا في دمياط جم يا دكتور؟ لا. طب ليه؟ لأن دراسة الموضوع، البيئة الاجتماعية كان بتقول ان الراجل اللي بيشتغل في البيت فوق بينزل يشتغل في الورشة تحت ويطلب الشاي يبعته له، يطلب الغداء ينزله له، تعبان شوية يطلع ينام. فلما احنا عملنا الكلام ده احنا عملنا مدينة بس، فما عناصر اخرى فقدت في الدراسة ما تحطتش في الاعتبار، مش كده؟ فحجم الطلب وحجم ثم في تحديات كتير جدا عايزة تتعمل. انا بتكلم على فكرة واحدة لمدينة بتقول إن هي ممكن تعمل صناعة الأساس نقلة مناسبة. تحط بقى عايز تجيب حد يجيب خشب بسعر مناسب، مستلزمات الصناعة بسعر مناسب، كلام من هذا القبيل يعني. ودينا أنا بجيبت على كلمة اللي نحن نشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أيوة، بس ده موضوع بيبقى فيه نظرة شاملة مننا كلنا، من الدولة ومن اللي هيشتغل في الموضوع ومن رجال الصناعة. أنا بعمل صناعة أقدر أشغل عندي في الصناعات الصغيرة دي تديني مستلزمات ليا لعشرين تلاتين مصنع، لازم تعمل كده معايا وتشجعهم وتطول بالك عليهم وما تزهقش منهم يعني. فإحنا محتاجين النقطة دي برضو يعني إن إحنا نساعد على تحسين دخول هذه الفئة. أنا قلت تكليف الحكومة بتشكيل مجموعات عمل تضم كافة التخصصات، اللي هو اللي أنا الكلام اللي أنا قلته في الأول، إن إحنا محتاجين يعني بعد المؤتمر ده، ومش ده بس،
وبقول للدكتور ضياء انتوا عملتوا الحوار وشغالين فيه، وبقول لك تاني بطلب منك يعني. صحيح، كمل بقى، هات المغزى مؤتمر للدين ونقعد برضه نتكلم كده، ونتكلم بمنتهى الصراحه، اللي رافض واللي هيتهمنا ان احنا مش مسلمين ولا متدينين، واللي يقول لا والله انتوا ناس كويسين ممكن ربنا يسامحكم، هاتوا ده وهاتوا ده. انا بتكلم بجد والله، لازم نعمل الحوار ده دكتور ضياء. تقول لي ما احنا بنتحاور الموضوع ده بقى محل نقاش داخل القضيه، انا بكلم اسلام ومسيحيه، بكلم ايه؟ مش اسلام بس، مش احنا هنا مواطنين كلنا ولكل واحد بعقيدته. طب اقول لك على حاجه ثالثه صعبه قوي والله، انا صادق، حتى اللي بيقول ما فيش، حتى ايه اللي يا دكتور مصطفى بيقول ما فيش ايه، قول هو انا خايف، خايف انك انت تقول كده حد يجي معاك، مش خدين بالك ولا ايه؟ ده العزيز تيجي له زاحف مش هزقك عليه. عرفتوا ليه بختلف مع التيار؟ ربنا ما حدش يزق حد عليه، هو اعز واكرم واكبر من كده. ربنا انت تجري عليه، لان بتجري على الخير كله، بتجري ايه؟ على الخير كله. يبقى نفتح المجال لنقاش حتى للي بيقولوا ما فيش. اه طبعا، هو انا ما عنديش منطق ولا حاجه، مش انا لا، انا بكلم انا احنا. طب انت شايف ما فيش؟ طب ما هو قال عنك قبل من 1000 سنه ان هيبقى في ناس بتقول ما فيش، ما تجيبش جديد يعني، وعايز مش عايز ربنا اشفق عليك، تريح اشفق عليك انك يفوتك الغالي. يبقى لابد ان الفهم والنقاش الديني المتعمق لاصلاح، بالمناسبه المفروض ان بفضلك يا رب ان التجربه والمسار اللي احنا بنعمله ده يبقى في وقت من الوقت، ما اعرفش امتى، هو عباره عن يعني مثل نموذج للناس بتعيش مع بعضها ازاي وبتتكلم مع بعضها ازاي. يبقى انا ما اقدرش اغفل الجانب ده واطرح له حاجته والناس تتكلم فيه وتقول ما شاءت فيه، اللي بيأيد واللي بيرفض واللي رافض خالص ولا حاجه، نسمع ويجي في التلفزيون هو يقول كده ايوه، يعني يقول كلام مش لطيف يا محمد، ما يقول ده مش رايه. يبقى لينا كلنا، ده الحوار اللي المفروض ان انا في تقديري محتاجين نكمل على اللي احنا بنعمله، اللي احنا بنعمله. نفس الكلام، ما تسمع من غير تأفف للاخر، الاخر اللي انا اقصده يعني اللي هم مهتمين في الاسلام والمهتمين في المسيحيه، يقول كلامه ويرد عليهم متخصصين في كل شيء، سواء كان من مؤسسات دينية أو مواطنين عاديين عايزين، مش عاجبهم كلام، مفكرين مثقفين مش عاجبهم ماله قولوا، لكن أنا أتصور إن إحنا محتاجين ده، ويبقى في قضايا محطوطة بعينها لهذا النقاش. يبقى أتصور إن إحنا إذا كنا عايزين ننتهي بالحوار الوطني إلى 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 إن هو بيعيد تشكيل وصياغة وتجميع رأينا العام في مصر، يبقى كل واحد من دول ياخد حقه، يبقى زي ما احنا قعدنا كده وكلمنا وسمعنا بعضنا، نيجي في الحته دي ونقعد ونسمع. نفس الكلام للإعلام، وكأنك انت فين عماد؟ استاذ عماد ازيك، وكأن انتوا زي الفل يعني، اكن انتوا ايه؟ انتوا زي الفل؟ طيب لا، احنا بنتكلم يا جماعه ان كل مؤسسات الدوله محتاجه ان احنا نناقش بمنتهى الشفافيه والاطمئنان والقبول. واذا كنتم بتتكلموا على حريه حقيقيه وانفتاح حقيقي، لما تيجي تهاجمني يا استاذ احمد مش هزعل منك، لانك بتقول وجهه نظرك وانا دافع عن نفسي. طب ما اقنعتكش، طب هعمل ايه؟
يعني طبيعي يعني. فأقصد أقول يا دكتور بما أنك أنت ومسؤول معنا في ده، لو سمحت لا حط لنا كل الملفات واطرحوها ونتكلم فيها ونقعد، هيمد الموضوع ده ياخد له أسبوعين ثلاثة كمان شهر، لا بأس نتكلم ونسمع بعضنا البعض. احنا قلنا طبعا الاستجابه لكل اللي قالته يعني القطاع الخاص والمستثمرين، ايوه احنا معاكم لان احنا بيكم هنطلع لقدام. يعني اوعى تكون محصله الكلام اللي انا قلته خلال الفتره اللي انا كلمت فيها معاكم دي ما تشجعكش على انك انت، لا دي بلدنا بتاعتنا كلنا وليكم كلكم، مش بتاعتي ولا بتاعة الحكومة أبدا، بتاعتنا كلنا. يبقى احنا قلنا النتيجة بتاعة المؤتمر دي تخلينا ان احنا ننفذه سنويا هو مؤتمرات أخرى. خلونا دايما نتقابل كده ونتكلم كده وكل واحد يقول اللي عنده. المرة الجاية عايز يبقى موجود شباب هنا ويتهمونا ويزعقوا لنا، أقول وإحنا ندافع حقهم علينا أحسن ما يزعقوا في الشارع يزعقوا لنا إحنا. ما هم برضو خايفين لو كنا إحنا هناخدهم على نضيعهم يعني. آه والله ما هم بيقول لك طب بكرة بتاعنا، طب أنتوا بتاعكم خلص وخلاص يعني، طب إحنا مش ضامنينكم بقى هتودونا على فين. لا نسمعهم يعني. مرة تانية كل التحية والتقدير والله والاحترام لكم ووجودكم وخطوتكم عزيزة علينا وعلى مصر، ان انتوا تبقوا موجودين هنا التلات ايام دول، وكل كلمة قلتوها وكل فكرة طرحتوها مقدرة ومقبولة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى ان يجازيكم عنا خير ويكون المؤتمر ده هو مقدمة لنجاح للدولة المصرية اكتر واكتر. معا 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 نستطيع، معا نستطيع.